تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار فعالياتها حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وذلك لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في أفرع كبرى السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة فيها، والتي يصل عددها إلى 1056 فرعاً على مستوى الجمهورية، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، والتي أعلنت الوزارة استمرار فعالياتها حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في أفرع كبرى السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 1056 فرعا، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. وجاء مد فترة المبادرة بهدف في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. السلع كلها متوفرة بشكل كبير جدا، المنتجات كلها متوفرة في كل الفروع مش فرع واحد بس، ودي يعني نشكر فيها سيادة الرئيس جدا ان هو خلانا نشارك في حاجة زي كده معايا. كل السلع موجودة الحمد لله، يعني كل اللي بحتاجه بلاقيه هنا، هو متوفر بصراحة في المكان كل حاجة، والأسعار كمان كويسة هنا. في ظل أزمة عالمية بتأثر على العالم كله ومأثرة برضو على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بس المنتجات متوفرة وأسعارها كويسة. مبادرة كلنا واحد يعني كويسة جدا ما شاء الله، بنشكر السيد الرئيس ووزارة الداخلية على توفر السلع والمنتجات في الأسواق. شكرا يا رئيس انك في ظل غلاء الأسعار اللي في العالم كله حضرتك موفر لنا مبادرة زي مبادرة كلنا واحد، الأسعار فيها في متناول الجميع. ألف شكر يا رئيس، ودايما داعم لينا يا رب، ربنا يخليك لينا. ولضمان توفير مزيد من السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة في إطار المبادرة، أقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبار التجار والموردين عددا من الشوادر الرئيسية بالشوارع والميادين تتوفر فيها كافة أنواع السلع بالتخفيضات المعلن عنها لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. وحرصاً من وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، شاركت الوزارة ومن خلال منظومة أمان في معرض أهلاً رمضان بسلع متنوعة ذات جودة عالية وأسعار مخفضة، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على الشراء مستفيدين من تلك التخفيضات، كما وجهوا الشكر لوزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة في هذه المعارض. أنا جيت النهاردة لمعرض أهل رمضان، لقيت الأسعار حلوة جدا ورخيصة عن برة، وكل حاجة متوفرة، زيت، سكر، رز، مكرونة، عسل، كل حاجة. الأسعار كانت حلوة بزيادة بأمانة، وأرخص أسعار كانت هنا، وأحسن أسعار كانت هنا بأمانة. شكر للرئيس وشكر لوزارة الداخلية. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، ونبقى جنبك للنهاية. كما تقوم منظومة أمان بطرح كميات كبيرة من السلع عبر منافذها المتحركة الموجودة بالشوارع والميادين على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة، إضافة إلى توافر السلع في 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا للمنظومة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة، وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شكرا رئيس على المبادرة، كل سنة وانت طيب. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيعمل مع الناس الغلابة ده والله، وهيساعدنا على المعاش الصعب والله. داعي يا مصر، داعي يا مصر، داعي يا مصر. الرز صراحة جميل وأرخص من بره بكتير بكتير. يا رئيس كل سنة وانت طيب. كما قامت منظومة أمان بطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة عبر سيارات متنقلة موجودة بالشوارع والميادين. جينا العربية وزارة الداخلية بتوزع فراخ، وحاجة حلوة جدا والأسعار كويس، يعني كرتنا ب50 جنيه، يعني حاجة رخيصة مش غالية، أسعار جميلة وزي الفل، وتحيا مصر. جهود اجتماعية تبذلها وزارة الداخلية من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار السلع، فكانت المساهمة الفاعلة من الوزارة بتوفير هذه السلع تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بأسعار مخفضة. وشعب يا بنودك اللي بينا اشتد عودة.
واللي وجودنا من وجودك واقفين معاكي بروح القلب. احنا اللي نقلق فيه في وقت ما بدنا فيه، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. لا تتوقف مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية عن تقديم الدعم والمساندة للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم. فالمرحلة 23 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية تهدف إلى توفير كافة أنواع السلع وبجودة عالية وبتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في كبرى السلاسل التجارية المشاركة فيها، وهو ما يأتي في إطار الدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.